طلبتنا الأعزاء، في هذه المحاضرة سنتكلم عن الريزرفوار سايت سيلكشن، أي كيفية اختيار موقع الخزان. الخزان مثل ما تطرقنا عليه أنه مثل ما واضح هنا بالصور أمامكم، هذا هو بالنسبة إلى الخزان. هذا هنا هو بالنسبة إلى الخزان، يعني يقصد به أن هي البحيرة اللي تتكون خلف السد. هنا هي يقصد بها البحيرة اللي تتكون خلف السد، سواء كان هاي او هذا هنا في اي شكل من الاشكال. هذا هو، فشو نختار هذا الموقع؟ لان احنا قبل ما ننشئ سد يجب ان نشوف انه كيف نختار موقع. هذا هو سايت سيلكشن اوف ريزرفوار، هذا هو ايضا موقع الخزان. الريزرفوار شود بي، يعني هنا المواصفات اللي يجب ان يتمتع بها الخزان كما واضح معكم. The reservoir should be of sufficient capacity decided by hydrological studies. يجب أن يكون ذات سعة كافية، وهذا اللي تحددها من هي اللي تحددها الدراسات الهيدرولوجية اللي تطبق اللي تطرقنا عليها. نقطة ثانية، the reservoir size should be deep and narrow so that يجب أن يكون عميق وضيق، بحيث أنه the length of dam is less، يعني طول الدام يكون أقل ما يمكن. Less evaporation losses due to reduction in water storage area، يكون عندي كمية تبخر في هذه المنطقة يجب يكون قليلة، لذلك يكون السيرفيس سطح الخزان يكون يعني نحاول انه نقلله قدر في اختيار المنطقة على مود يقل عملية التبخر. Low cost of land submerged per unit capacity، low cost يعني انه الكلفة القليلة المغمورة للأرض بالنسبة للتصريف. والنقطة الثالثة، the reservoir site should be such that it excludes water from the tributaries having high percent of salt. يعني يجب أن أيضا أنه يكون النقطة المهمة الأخرى أنه يجب أن يكون يعني يحصر الماء excluded from the tributaries، من الفروع التفرعات هنا اللي تجيني هابك هاي بيرسنت اوف سولت، يجب انه اكسكلودد يعني شو معناته؟ يستثني الماء اللي هي يكون محملا بالغيريا. الريزرفوار يعني يسوي عمليه ترسيب هذا الخزان. The reservoir basin should be of sufficient water type. البيزن مال الخزان يجب ان يكون sufficient water types، يعني ذا شده مائيه مناسبه. So the water may not leak from it، يجب أن لا يتسرب من عند الماء. هذا هو اللي يكون اللي يعني يحصر الماء بهذا. النقطة الخامسة، ومواصفات الموقع للخزان، إنه the reservoir site should be above the area to be irrigated and water should be normally flow under gravity action. هنا الخزان، موقع الخزان the reservoir site should be above the area، يجب أن يكون في منطقة should be area to be irrigated and water should be normally flow under gravity action. ممكن انه الماء يسير تحت الجاذبية الأرضية، يعني انسيابية في الحركة. عندي النقطة السادسة، the value of property and land submerged by water should be much less than the benefits expected from the project. هنا المنطقة اللي يكون مغمورة فيها المياه اللي هو تكون لها فائدة للمشاريع اللي ممكن ان ننشئها. الفائده او الميزه الاخرى اللي يجب ان يمتاز بها الخزان سد، انه river diversion problem plays an important role in selection of the dam site. طبعا هنا المنشآت التحويل الانهر او المياه يسموها مثلا cover dams وغير ذلك، هذه تاخذ ايضا حيز مهم عند اختيار موقع السد. The site should be preferably have good sounds and watertight rock for foundation. إنه يجب إنه يكون موقع قوي ذات صخور ذات تحمل في إنشاء السد. النقطة رقم 9، it is economical if the site have the invisibility access roads, electric lines and water supply. ايضا يكون من الفائدة انه لو كان هذه المنطقة فيها طرق، فيها خطوط كهرباء، فيها محطات تصفية المياه. هذا هو بالنسبة فيما يخص الموقع اللي نختار في الخزان الريزرفوار اللي ننشئ به السد بمعنى.
عندي ايضا موضوع انه اني الستورج زونز اوف ريزرفوار اللي هي الزونات او المناطق، ليفلات ومناسيب شلون نوصفها بالنسبه لي الخزان. يعني احنا مثل ما عرفنا انه السد هو وظيفته خزنيه، يعني يخزن الماء اللي هو في الابسيد اللي نسميه امام السد. فهذه الليفلات اللي ممكن انه يكون بها الخزان اللي هو خلف السد. طبعا هذا هو تلاحظوا جسم السد وحاله اي شكل من هذه الاشكال اللي احنا شفناها، لاحظوا اي شكل من هذه الاشكال اللي شفناها في السد، هذا هي البحيره الخزان. فاذا معناتها شنو، شلون ممكن ان تكون الليفلز اللي ممكن انه موجوده في السد؟ يعني هو مو دائما مغمور، اكو عده مستويات، فهذه المستويات حقيقه يجب ان نتعرف عليها طلبتنا الاعزاء. عندي اللي هي ديد ستورج، هذا اللي هو نقول عليه الخزن الميت. هذا شو وقت يكون؟ لما يكون عندي مينيمم بول ليفل اللي هو مستوى البركه الاصغر بصوره اللي هو المينيمم بول. هذا وين يكون؟ يكون لحظه اللي هو اسفل السلوس، اسفل البوابات، هذا اسفل البوابات. هذا معناته انه انا طالق عندي ما عندي خزن، يعني عندي فقط الديد ستورج، هذا هو اللي هو ممكن يعني مي شحيحه. يعني عندي اللايف ستورج اللي هو الحمل الحي او الخزن الحي او المفيد. هذا شو وقت يكون؟ يكون من يتحقق عندي نورمال بول ليفل ان بي ال، هذا هو نورمال بول ليفل. لاحظ هذا وين يكون؟ يكون قريب على السبلوي اللي هو المطفح اللي موجود في الاعلى. هذا شو وقت موجود؟ موجود في المطفح قريب عن المطافح مال السد. يعني هذا هنا، هذا هو هنا ممكن يكون هذا جسم السد. لاحظ هذا هنا اللي هو اكو السبلوي اللي هو الموجود اللي هي الاوفر جريست يعني بالاعلى، هذا هي البوابات هنا، هذا هو شو الخزان لازم يكون مستواه عالي المي لما تفتح الخزان. عندي اللي هو الفلود ستورج، هذا اللي هو مستوى الفيضان فلود ستورج. هذا شو وقت لما يكون عندي هاي فلود ليفل، هاي فلود ليفل، وهذا هو اعلى شيء. لاحظ هذا ممكن انه لما نوصل معناته انه في حاله الفيضان. طبعا هو ما يصير عندي لا يسمح انه يكون عندي اوفر باس، يعني يعبر الماء من فوق السد، لان هذا يسوي لي اوفر تيبنج انقلاب للسد. لذلك اكو هذا يسموه فري بورد، هاي المنطقه هذا هنا يسموها الفري بورد، هي المنطقه الحره للسد، هاي اعلى دائما هاي نتوقعها انه ما يوصل الماء الى هذه المنطقه في دام جريست. فهذا اللي هو الوجه، هذا لما نشوفه من الاعلى توب فيو، هذا هو السبل واي باور الارتفاع وين يكون بالنسبه، وهذا هو الدام، وهذا اللي هو بالنسبه الى النهر الريفر، يعني يجي من هذه المنطقه ويتحرك الى هذه المنطقه. طبعا هي هذول شنو؟ هذول المناسيب، يعني هذا الكونتورز لاين، هاي مناسيب شوف 380 370 360 350، يعني الارض هيك منحدره بهذا الشكل، شوفوها الى اين توصل هنا ومن ثم ترتفع، ومن ثم ترتفع يعني بهذا الشكل، ومن ثم توصل 320 ثم تزداد بهذا الشكل، هنا يعني تزداد. ليش؟ لان هو مثل وادي، يعني مثل الوادي عندي ينشأ به السد، هذا هو الفكرة. لاحظ ايضا هذا مقطع اخر او شو اخر للسد، هذا هي ايضا الجريست او الاسبلوي. لاحظ هذا الجريست او دام، هذا قمة السد وهذا الاسبلوي، شوف شلون يكون اكو فرق بيناتهم بالارتفاع. هذا المطفح المائي او المسيل، هذا المسيل، شلون نقول طوافه احنا مثلا لما المي يزيد يخرج من عندها ما يخليها، وهذا هو موقع البوابات. لاحظ انه الفروقات بالمناسيب بيناتهم، هذا هو المقصود، فكل واحد حسب الارتفاع. هذا ايضا يعني موقع ممكن ان يكون ريزرفوار اريا، يعطينا يوضح لنا انه شلون ممكن ان يكون السد. فهذا هو تعريف مالته اللي هو الهاي فلود ليفل، اللي هو ذا ليفل تو ويتش ووتر ويل بي ريز دورينج ديزاين فلويد اند نون از ماكسيمم بول
لا والله، هذني المصطلحات اللي يوضحها بتعريف. هذا هو بالنسبة إلى الهاي فلود ليفل والنورمال فلود ليفل والمينيمم بول ليفل، طبعا حسب الرموز، أحيانا نمشي على الرموز اللي هو رموز معين. بالنسبة إلى النورمال بول ليفل هو المستوى اللي بحيث إنه الماء ترى خلال الأوردينري كونديشن، خلال الظروف الطبيعية، بينما هذا خلال شنو الفلات، يعني لازم مهمة، أنا خلال الفيضان، هذا خلال الفيضان، هذا خلال الأوردينري كونديشن. And limited to the greatest of spilling or to the top level of the spillway gates، يعني إلى حد spillway gates يجي. هذا هو بالنسبة إلى minimum pool level، هذا هو اللي هو أقل حد، اللي هو the level to which the water from the reservoir may be drawn in the ordinary condition and is limited by the edge sluiceway، ويوصل إلى حد ال sluice gate، يعني إلى حد، يعني هذا المينيموم إلى حد مثل ما عرفنا، كل واحد الليفل مالته وين واصل. وعندي الديد ستورج هذا هنا، واللايف ستورج والفلود ستورج، هذين اللي هي المناسيب الثلاث اللي تطرقنا إليها أيضا، كل واحدة شنو وظيفتها وشنو فائدتها.